كيدايرين الخير كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله كنت نقولكم واحد الطويجين بالخضره شكل جديد ومختلف على العاده اللي كنديروا به الطاجين اللي تسلم ديما. ان شاء الله نبدا لكم بلا ما خدير. غنحتاجو السديد اللي نقي غسلته مزيان، حيدتلو السنسيب ديالو وحيدتلو الشوك. وغنحتاجو خيزو مقطع دواور، البصلة حتى هي مقطعة دواور، البطاطا حتى هي مقطعة، والفلفلة ومطيشة. بالنسبة للعطرية غنحتاجو الملحة، الخرقوم، والبزار، والتحميرة، وزيت الجبير. وغنحتاجو هنايا واحد جوج معالق ديال القزبر مفرومين، واحد ثلاثة ديال الضريسات ديال التومة محكوكين، والزيت بطبيعة الحال، والحامض، والزيتون. الحامض راه مصايب في الدار، وان شاء الله من بعد غنصايب لكم الطريقة ديالو كيفاش تصايبو في الدار مع السير ديالو باش يجيكم بحال ديال المحلات. غندوزو الطريقة. غنحط هنايا القزبر والتومة راه طرية، الخرقوم والملح. بعد ما درنا العطرية ديالنا غنضيفو شوية الزيت كنخلطو مزيان باش ديك العطرية ديالنا تخلط مع الزيت وهاد الشرمولة ديالنا تخلط. واللي كيعجبو الحامض غيزيد ليه شي قطيرات ديال الحامض. دابا غندوزو نستفو في الطاجين ديالنا. صافي سبق لي استفت البصلة ديالي، غنحط شوية ديال الشرمولة غير شوية. خيزو حتى هو نزيد نحط الشرمولة ونقدر بالتحسين. بعد ما درت له الشرمولة نحط البطاطا غنحط الشرمولة ونخليه مازال شوية ينفد. بعد ما درت الشرمولة نحط الفلفلة صافي. بعد ما حطيت الفلفلة ديالي ونحط السردي غنشرملو في هاد الشرمولة اللي عندي هنايا. صافي غنخلط الشرمولة مزيان في هاد الفلفل، صافي الشرمولة صافي. بعد ما شرملت الفلفل ديالي غنستفو في الطاجين. غنستفو كامل، غندور عليه هاد الحوت كامل على الطاجين. بعد ما استفت الحوت ديالي في الطاجين كامل غندير مطيشة الفوق، غنستف مطيشة ديالي على السديل، ومن بعد غنحط الزيتون، نحط الزيتون الفوق.
هو ما نساوش. وهنا بقى عندي واحد شويه ديال الشموله غنحطها فوق هاد المطيشات. ندورو يطيب على عافيه مهيله شي شويه باش ما يتحرقش لينا دغيا ويطيب في المهل. بعد ما حضرنا الطاجين ديالنا كملناه، غادي يشد لينا تقريبا واحد ساعه ديال الطياب اولا ساعه وربع، ما غاديش ياخذ لينا بزاف، وخصوصا الا نقصي ليه العافيه ما غاديش يحتاج الماء نهائيا، غير بالماء ديالو بالماء ديال الخضره، حيت البصله كتطلق الماء والحوت كذلك ومطيشه كلشي كيطلق الماء، والشرموله اللي درنا فيها راه فيها الزيت مع هاد الخضره كامله راه غتطلق الماء، ما غاديش يحتاج لكم لما بزاف الا نقصوا عليه العافيه و حطوه معاه، حيت الا خليتوه بزاف ما تقولوش انا راه خلينا غنخليوه بلا الماء وتغفلوا عليه حتى يلصق لكم، حيت هو كتب بلا الماء بعض المرات كتب بلا الماء الا قصي عليه العافيه، ولكن ما تغفلوش عليه ونخليوه يطيب ونرجع لكم. هو البنات بدا كيطيب وعلى عين يوجد وما زدت ليه حتى شي قطره د الماء، الماء ديالو فقط باش طاب. وهو من بعد ما طاب وتشرب داك المرق كامل ما خدش ليه بزاف د الوقت، ساعه د الماء كانا، والطبق ديالنا هكا كيكون في الاخير وبصحه والراحه. شاي طيبه، نتمنى عجبكم الفيديو.